ورجعنا لكم مرة تانية في دفتر أحوال، إنما رجعنا عندنا أسئلة واستفسارات هيرد عليها معايا ومعاكم المستشار ماجد صلاح. مساء الخير. أهلا بك يا فندم، نورتنا. رمضان كريم. الله أكرم، كل سنة وأنتم طيبين. صحة وسلامة يا رب. في أسئلة كتير قوي أنت جاي ترد عليها النهاردة، محضر نفسك؟ يعني تحت أمركم إن شاء الله. وضع القانون إيه؟ وضع المحاكم إيه في أحداث كورونا؟ هو احنا حاليا طبعا زي جميع المرافق في الدولة متأثرة، لأن القضاء عموما يعني شبه متوقف، ولكن هم يعني في تجديدات الحبس بيتم التجديد في حالة في وضع يعني المتهمين مش موجودين فيه. بمعنى ايه؟ يعني عشان الحفاظ على الإجراءات والمواعيد. والمواعيد، ولكن الناس اللي هي المفروض ان هي يتحدد لها جلسات ومحاكمة طبعا بيتم التأجيل الإداري ليها، فطبعا بتبقى في مدة كبيرة بتطول بمحبوسين فيها، وهم بيبقوا عاوزين يفصلوا في الدعاوة، لأن في ناس بيبقى طبعا في البراءة وبتبقى قاعدة متعطلة. طبعا طبعا أكيد طبعا. خليني أسألك السؤال صريح شوية، المحاكم مقفولة تماما وبابها يعني الباب من 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 اول المحكمه مقفول ولا مفتوح اجزاء لا فيها؟ لا هو مفتوح، يعني طبعا احنا بنيجي نخش بما فيه اجراءات احترازيه طبعا معموله في المحاكم، حفاظا طبعا على الـ على الـ على البني ادمين والموظفين والساده اعضاء النيابه والقضاه. يعني عايزه يعني بتعرفني من كده انه المحكمه شغاله وموظفينها موجودين. بس هو غالبا لسه صدر القرار قريب بغلق محكمه مدينه النصر. كنت لسه هقول لك الخبر ده النهارده، يعني سمعنا امبارح تقريبا. أيوة، محكمه مدينه نصر اتقفلت تماما. 14 يوم. 14 يوم علشان لقوا فيها حاله. يعني حاله او اتنين يعني. عدد حالات ايا كان، حاله او اتنين في الاخر واحد. عدد من الحالات طبعا. انما كانت المحكمه شغاله. كانت شغاله. اجزاء ايه اللي شغاله في المحكمه؟ يعني النهارده عايز اسالك سؤال صريح شويه، النهارده وضع المحامين عامل ازاي؟ وبيجي لكم قضايا ولا لا؟ ونوع القضايا اللي بيجي لكم ايه؟ وبتتعاملوا معاها ازاي؟ هو طبعا وضع المحامين متأزم، في ازمه، في ازمه، لان المحامين مش محامي مش موظف بيقتضي راتب شهري ثابت. وانما مهن حره. طبعا دي مهنه حره، وبيشتغل على حسب طبيعه كم القضايا اللي بتخش مكتبه، وبيكون لها فعاليه وتداول في المحكمه. تمام. فطبعا توقف المحكمه طبعا ليه انعكاسه على طول على المحامي بالتبعيه، وعلى دخله وعلى دخل النقابه كمان. دخل النقابه؟ طبعا النقابه بتاثر من ايه بايه؟ انا لما بحضر النهارده جلسه بحط دمغه محاماه، بيبقى في ضريبه محامي، دي كلها مبالغ ماليه بتبقى داخله للنقابه بصفه. تمام. يوميه. تمام. فلما بيبقاش في رفع دعاوى، مفيش حضور، مفيش دمغ ضريبه محاماه بتخش المحكمه من خلال المحامين اللي بيقوموا برفع الدعاوى، طبعا دي انعكاسه. طيب خليني اسالك يعني صراحه، النهارده جالك حاله زوج عايزه تطلق، عايزه رؤيه، هل يجوز انها ترفع دعاوي في الوقت ده ولا الامور معلقه؟ لانه جالنا استفسارات كتير في الوضع. هم لجان التسويه، تسويه المنازعات شغاله. يعني ممكن تقدم طلب تسويه عادي جدا، يعني تاخد اجراءاتها وتكسب وقت. لكن عشان خاطر تقيم دعوه حاليا دلوقتي لا، صعبه، مش هيبقى قبل رمضان يعني. ايا كان الوضع مقفول. انه يتفتح امتى ده يعني دي حاله. هو على امل ان شاء الله لازم الدنيا لازم تتفتح، لان النهارده اكثر اقسام متاثره الاحوال الشخصيه والجنائي. ليه؟ لان في تبقى واحده عندها نفقه عايزه تاخد نفقتها من جوزها، بتتم عن طريق دعوى الحبس متعطله. صح. في واحده معلقه عايزه تتطلق، حالها معلق. صح. واحده بتسعى للحصول على حكم نفقه، ده بالرغم ان طبيعه المشاكل الزوجيه دي تبقى يعني ايه بالنسبه للمحامي بسيطه في شغلها، ولكن بالنسبه للبشر الناس اللي هم ليها انعكاسها، يعني تبقى الواحده قاعده مستنيه اي وسيله عشان تقدر تقتضي نفقه ابنها من جوزها او من طالقها. صح. فطبعا ده ليه انعكاسه، طبعا ليه انعكاسه الشديد. طيب جالنا اسئله كتير جدا على صفحه دفتر احوال، بتقول لنا ناس كتير بتشتكي عندهم مواعيد للقضاء. يعني عايزين نفهم بس الاول يعني ايه مواعيد، ومواعيد استئناف وغيره، الامور دي بتروح ووضعها ازاي وشكله عامل ازاي؟ لا، الاستئنافات شغاله يعني في الميعاد القانوني، انت ليك وضع معين. هي ليها مواعيد قد ايه؟ كام يوم؟
طبعا هي بتختلف طبعا، اذا كانت دعوه مستعجله، اذا كانت دعوه مدنيه عاديه. الحد الادنى والاقصى مثلا كام؟ طبعا 15 يوم و40 يوم بالنسبه والنقض 60 يوم. اللي جه وقت ال 40 يوم يعني عدى اليوم ال 40 لا مش من حقه؟ لا يبقى كده في عدم قبول شكلي، لان هو بقى. طب هي المحكمه فاتحه شغال يعني شغاله يعني في اجزاء مهمه جدا شغاله في النطاق يعني مبلغ الناس ورد عليهم. ده شغل اداري يعني هو بياخد جلسه بعيده شويه ايا كان المهم انه حقه في التقاضي ما يسقطش. لا ما بيسقطش لا شغاله. لو الا كان هيبقى فيه نوع من العذر القهري اللي هيبقى ليه انعكاسه على المدد، وده بيبقى بموجب قرار لازم يصدر من الوزير المختص. طبعا ما فيش حاجه زي كده وما ينفعش انك توقف امور متعلقه بالوقت بالاستئنافات وبالطعون والكلام ده كلها شغاله بلا استثناء. طيب قبل ما اروح لسؤال مهم جدا خليني اسالك في نفس الجزئيه، انت قلت لي في الاول مواعيد الحبس الاحتياطي ويعني المحابيس بيسموه المحابيس الكلام مظبوط، المحابيس ما بيروحوش المحكمه بيبقى في تعذر امني خايفين طبعا اكيد فانه مش عايز ياخد المحبوس. طب النهارده هتنعقد جلسه والنهارده ممكن ياخد اخلاء سبيل او غيره بتتاجل اداري تتأجل. وهي يجوز انها تاجل اداري مصلحتها ويتم تجديد الحبس ليه ويتم عادي جدا ما هو كده حافظ على المواعيد طبعا. اسئله بقى بتدور في بالنا دلوقتي، وضع اقسام الشرطه هو نفس وضع المحاكم؟ لا هو اسم الشرطه انت بتخش بطريقه فيها نوع من مراعاه الاجراءات الاحترازيه بس للحفاظ يعني النهارده حد على السلامة. وقع الضرب لا يروح يعمل محضره عادي وبرده يروح تعمل له تقرير طبي. دي شوف النيابه العامه واقسام الشرطه ما تقفش ابدا دي جهات شغاله ال 24 ساعه في الاعياد في المناسبات في على طول الخط حتى اثناء الثورات وكلام كانت النيابات شغاله دي طيب. جهات ما ينفعش انها تقف اي حاجه. طيب خليني الاول اخد اتصال بس هرجع يعني اسالك سؤال مهم جدا طبعا. جدا اللي عشان تكون في يعني تحضر لنا الاجابه قبل ما نرد على المتصله ان شاء الله. بتسموها نظريه الظروف الخارقه او الطارئه نظريه الظروف الطارئه في موضوع الايجارات. خليني اسمع الرد منك بعد ما اخد اتصال من الاستاذه نجلاء. مساء الخير. مساء النور. رمضان كريم عليك الاول. وعلى حضرتك. ازي حضرتك يا استاذ ابراهيم؟ زي الفل الحمد لله دايما يا رب. انا كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات على المعاش بتاع تكافل وغرامه ان هو وقف. تمام. انت من الحالات اللي رد علينا، يمكن لو انت متابعانا من اول حلقه كان معايا المستشار محمد. متابعه حضرتك ده انا بستنى حضرتك، انا ما كنتش عارفه ميعاد الحلقه، كل يوم اتفرج على القناه عشان استنى حضرتك. احنا رد علينا وهبعت لكل الناس سبب التوقف ايه، لانه وزاره التضامن ردت علينا والمستشار محمد العقبي المستشار الاعلامي لوزيره التضامن رد علينا كل حاله بحالتها، ما ردش علينا عامه. بعتنا له كل الصور البطايق وبنقول لكل المشاهدين ابعتوا لنا صور البطايق على صفحه دفتر احوال او على الرقم الموجود على صفحه دفتر احوال على الواتساب عليه، وهنرد على كل حاله سبب التوقف ايه. اذا تمت ازاله السبب هيرجع معاش تكافل وكرامه مره ثانيه. تقريبا الخط. خليني اخد اتصال من استاذ ايهاب. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصحه والسلامه يا رب. دلوقتي انا عندي مشكله في بص مصر، خليني كنت واخد قرض ومحدش عايز يساعدني ولا حد عايز يحل لي مشكلتي خالص، عايز اقابل اي حد. ايه مشكلتك؟ قول لنا ايه مشكلتك؟ يا ريت تساعدني يا استاذ. طب قول لنا ايه مشكلتك؟ مشكلتي ان انا كنت واخد قرض وتحصرت شويه لاسباب سليم، دلوقتي مطالبني ان انا اسد القرض من الاول بعد سنين، يعني انا دافع مثلا بتاع 4 سنين سليم، عايزيني ادفع الفلوس من اول وجديد. مستحيل. لا يرضي العبد ولا يرضي رب. مستحيل والله العظيم. بقول لحضرتك بقرارات بنك مركزي مستحيل، انت بتكلمني في بنك مصر يعني حتى يا ريته بنك خاص. انا بحلف بالله. طيب خليني الفيصل بيني وبينك، انا هستسمحك يعني زمايلنا في الكنترول ناخد رقم الاستاذ ايهاب وهترجع تتواصل معايا وانا هشوف بنفسي والمسؤولين وفي بنك مصر وهنعرف ايه وضع الحاله بتاعتك. فبشكرك لاتصالك بس من فضلك عاود الاتصال وسيب لنا رقمك. حالات كتير جدا عندها مشاكل في مصر. هو انا كنت عايز اقول ان لو الفايده البنكيه عدت راس المال يبقى في كده بطلان. يعني لا احنا لسه الاول هنستفسر عن الحاله وضعها ايه ويعني الملابسات ايه، لان كل حد بيحكي من وجهه نظره هو. خليني ارجع لك تاني في الجزء المهم جدا. الناس اللي مستاجره الاماكن واتقفلت
هل يدفعوا الايجارات ولا الايجارات دي ما يدفعوهاش؟ وهل نظريه او يعني قاعده الامور الطارئه تنطبق عليهم ولا لا؟ لا، نظريه الظروف الطارئه دي بتبقى خاصه بعمليه يعني الموظف بيمارس مهنه معينه وبعدين هو اتحال على المعاش وظل ان هو يمارسها، فبتنطفي عليه نفس الصفه اللي هي متعلقه بممارسه الاجراء الوظيفي او العمل الوظيفي اللي بيقوم به. بينما عقد الايجار ده عقد، والعقد شريعه المتعاقدي. فالنهارده اذا هو اتاخر عن القيمه الايجاريه عن السداد وهو قام باتخاذ اجراءات قانونيه ضده، من حقه ان هو يفسخ العلاقه او ان ينهي العلاقه الايجاريه تاسيسا على الاخلال بالقيمه الايجاريه. خليني اسالك صراحه، اصحاب اهاوي بقى ابتدت قوه قهره بقى بالظبط كده في عمليه، وثبت للمحكمه حسن النيه في ان هو حاول بقدر بشكل او باخر عمليه السداد، ولكن الامور خرجت عن الاراده زي ما بيقول، نظرا للظروف الطارئه اللي بتمر بها البلاد. فممكن في الحاله دي القاضي بيدي له مهله معينه، خاصه لما تكون حاله عامه. النهارده دي حاله عامه مش في مصر فقط انما في العالم كله، يعني هي حاله انسانيه. اصحاب مقاهي اللي بعتل لنا، يعني هي حاله انسانيه قبل ما تبقى قانونيه. لا خليني اتكلم في القانونيات قبل قبل الانسانيه، يعني خليني يفصل الموضوع ونطمن المتابعين لصفحه دفتر احوال، لانه بعت لنا كتير اصحاب مقاهي هم قافلين تماما. النهارده المقهى مقفول، القهوه او الكافيه مقفول تماما. وضعه ايه اصحاب المحلات اللي المفروض بيطلبوهم باجره، عايزين الاجره بتاعتهم وهو قافل غصب عنه؟ هو في الحاله دي اصلا هو يعني عموما المحضرين دلوقتي واقفين. انا النهارده بغض النظر النهارده معلش النهارده خليني اقول الامور رجعت بعد شهرين، يعني هيكون عدى 3 4 شهور. هو بقى في الحاله دي لو هو اشتغل وبادر بالسداد هيسدد اني القديم؟ القديم طبعا. يعني النهارده عايز تقول لي انه هيكون عليه مديونيات؟ ما هو ده كان سؤالهم، هيكون عليه مديونيات الاربع شهور القديمه ولا دول سقطوا بقى بقوه القانون او غيره؟ لا ما سقطوش، هو القيمه الايجاريه ما بتسقطش الا بعد مضي سنه، بيحصل ليها نوع من التقادم. لكن عشان انا اقول ان احنا ان في طريقه معينه لعمليه دوله السداد المديونيه دي، مفيش قانون. طيب هو النهارده مثلا خلينا نقدر ان النهارده احنا في شهر 5، احنا قافلين من شهر 3 او من اواخر 3، شهر 4 عدى، شهر 5 عدى، شهر 6 والله اعلم ربنا يفك. هو بيجي قدام المحكمه ويطرح بيقول ان حصلت الظروف وانا ما قدرتش. جميل. المالك النهارده وضعه ايه؟ النهارده مثلا بياخد في شهر 7، جه الراجل فتح صاحب القهوه اداله الايجار، تمام. المالك بقى يخرج له ايصال الايجار بشهر 4 ولا يخرج له ويأخر القديم ده لاخر المده الايجاريه؟ ما هو ده عندي اسئله كتير قوي، التشابك ما بين المالك وما بين المستاجر. اما دي بقى تبقى دي يعني حضرتك دي تبقى ممكن تاخد شكل عقد. شكل عقد يعني انا ممكن اتفاق جديد. اتفاق جديد لاحق لعقد الايجار بان انا هدفع لك القيمه الايجاريه مع جزء من المتاخر لحد انهاء المتاخرات العقد. ودي بتبقى بثبت برضه قانون ملزم للطرفين ملحق، كانه عقد جديد عقد او ملحق مثلا، لانه دي علاقه تعاقديه قايمه ما بين طرفين بموجب ايجاب ايجاب وقبول، نوع من التراضي بينهم وبين بعضهم، هو في اتفاق ما بينهم ضمني. فطالما تم تدوين دوت اصبح ده ملزم للمحكمه بمثابه قانون مصغر، يعني لازم القاضي كمان يلتزم بيه. طب النهارده في حاله تعنت طرف من الاطراف، ان المالك تعنت وقال انا هخرجك، من حقه يقدر يخرج المستاجر؟ في الحاله دي ممكن المستاجر يدفع باساءه حق التقاضي نتيجه ان اذا اثبت الثاني من حسن نيته ان الامتناع ده كان نتيجة قوة قهرة. قوة قهرة. في الحالة دي ممكن المحكمة تدي يعني رفض الدعوة. ودي هيكون في آلاف ومئات آلاف الدعاوي. هو يعني ربما يعني، بس أنا متهيألي إن العملية يعني هتبقى ملحوقة شوية. ودية شوية بالتراحم. لا لأن المحضرين عموما عملهم واقف. فأنا عشان أودع الطرف المستأجر في المركز المتأخر لابد إن يتم إنذاره. وتعدي مدة 15 يوم من تاريخ الإنذار. طب ما هو وقت ما الدنيا هتفتح هيعملوا الانذار، وهو بقى ممكن بقى يثبت حسن نيته انه يرد بالانذار على انذار، يعني عشان يثبت. ايوه بيثبت ده. ايوه ما انت عايز اقول لحضرتك ان ردك ده هو اللي بنوجهه في الرساله. لا حاجه من الاثنين، لا اما ان انا ابادر بدفع جزء او ان انا ارد عليه نظرا للظروف اللي مرت بها البلاد وتم عمليه التوقف وانا بستسمحك مثلا في مهله قدرها كذا لسداد القيمه، يرد عليه بانذار اخر
ويجي بعد كده قدام القاضي اذا العمليه تم رفع دعوه قدام القضاء ان هو يثبت حسن نيته وان عمليه التقاعد جاءت نتيجه قوه قهر خارجه عن يعني اثبات حسن النيه. بيقول لنا المستشار ماجد دلوقتي انه اثبات حسن النيه ليس بسداد يعني مقابل مادي او مالي انما بوجود انذار او ممكن يرد على الانذار بانذار بانذار ده لوحده اثبات حسن النيه. انا مش متقاعس على عمليه السداد ولكن ده كان سببه انه كذا 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 وانا على اتم استعداد ان انا اقوم بسداد الشهور اللي هي قايمه حاليا دلوقتي مع جزء من المتاخر. يبقى هو كده اثبت حسن النيه نيته ان هو مش في المركز ما عندوش ما عندوش مشاكل شخصيه انما عنده مشكله عامه وبالتالي ممكن القاضي في الحاله دي يرفض الدعوه بتاع المستشار يرفض دعوى لان هيكون اكيد في دعاوي كتير طبعاً. انما برضه برجع واقول يعني وزي ما ببتدي دايما رحموني يرحمهم الله اكيد في تراحم في الشعب المصري بانه شايفين الحاله على المستاجر اكيد يعني الحاجات دي حتى في شهر الكريم ده الواحد بيلمس يعني ما بين الناس وبعضهم البعض يعني الناس كلها الاجازه طولت بتاعتكم؟ والله على حسب بقى يعني المشكله مش ان هي طولت هو المشكله ان انتوا كمان هتدخلوا انتوا كمان هتدخلوا في اجازه قضائيه كمان لسه لا اجازه قضائيه تقريبا اتلغت اتلغت؟ اتلغت ده انا اول مره اعرف خبر ده خبر حصري من عندك عرفت يا ليه بقى اتلغت؟ بسبب الاجازه اللي كانت موجوده اللي فاتت الظروف اللي بتمر بيها الدوله لان حصل في نوع من تكدس الدعاوى على القضاء هم القضاء نفسهم عايزين يشيلوا الحمل من عليهم هم عايزين مش عايزين اجازه برضه في نفس اللحظه يعني لازم توفر ليهم الوسيله اللي هي تامنهم اصل برضه يعني هي القاضي ده اكثر واحد عرضه للتعرض مع يخش عليه محامين ومتهمين وناس قاعدين وقاعة مقفولة عليه تماما وقاعة مقفولة فطبعا كلام مظبوط محاكم تقريبا وضعها صعب وفي محاكم كمان يعني جغرافيا صغيره يعني هي في يعني حجم القاعات فيها صغير والله شوف يا ابراهيم وانا يعني عثرت لي قضيه كانت جايه من الامارات وكان اللي اتقتل ولد بنغالي وكان فيها شهود من نفس جنسيته بس كانوا مقيمين في الدوله بتاعتهم تمام انا فوجئت ان رئيس المحكمه في الامارات سمع شهاداتهم عن طريق الانترنت بقى قاعد في قلب القاعة قدامه التلفزيون ومترجم حلفه اليمين وابتدى يوجه الأسئلة للمترجم والمترجم يترجمها لنفس اللغة والشهود يبتدوا انا طبعا تأثير الامور بسبب التكنولوجيا انا سبحان الله فانا يعني الموضوع ده الموضوع ده اتعمل في بحث يتدرس يعني النهارده طبعا يعني النهارده القاضي لابد انه يرى الشاهد بعينيه عشان في احساس هو بيحس فيه صح صادق وبتاع لان في مساله تقديريه في نفسيه المحكمه ودي صح. مساله برضه نفسيه مساله هو انسان في الاول وفي الاخر فالنهارده اتباع القاضي للوسيله دي يعني انا استنكرتها في البدايه ولكن في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها دي طب ليه ما نفكرش ان احنا نقنن حاجه زي كده ونبتدي ندخل عوامل التكنولوجيا معانا في المساله ده احنا عايز اقول لك حاجه الكلام ده بادئ من القمه بادئ من رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي انه في المؤتمرات كان في مؤتمر من اربع خمس ايام تقريبا يعني منعقد المؤتمر ما بين الدول الافريقيه كلها على الكونفرنس يعني ما دي كلهم كله قاعد كل رئيس دوله قاعد في مكتبه وفاتح الجهاز وقاعد وكانهم في اجتماع مصالح امم في رقبتهم النهارده بالظبط ما يقدروش مش هيوقف انت قلت لفظ حلو قوي مصالح امم فبالتالي المصلحه هنا من الـ من الـ من الراس الكبيره للدوله اللي شايله عاتق الدوله كلها عملت ده ما بالك بالمؤسسات اكيد المفروض اكيد فمرفق القضاء ده بالذات يعني لان هو لو توقف حتى لو مهله بسيطه بيبقى ليها انعكاسها على المجتمع وانعكاس مباشر ما فيهوش كلام صح. يعني انعكاس مباشر القضاء هو فعلا الانعكاس المباشر للحاله اللي حاله طمأنينه اللي في حاجات كتيره النهارده الحقوق لا تجلب الا عن طريق حكم المحكمه انت ما تقدرش تروح تاخد حقك بايديك صح خليني في النهايه اخد اتصال بس الاول استاذ عبد الناصر مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت احنا عندنا مشكله في برنامج تكافل الكرامه خير امورنا الامر لو كل ما نشترك في متوقف كل ما نقدم في الورقه في بتاع تكافل الكرامه فبيجي لنا الطلب مرفوض سبب الرفض رفض قومي مقرر تمام
بس طيب. ومش عارفين يعني مش لاقيين حل يعني. يعني اكيد اتقدم مرتين، متقدم الطلب مرتين. لا ده اكتر من 3 سنين لحد النهارده كل ما نقدم. طيب خليك من فضلك من فضلك ابعت لنا على صفحه دفتر احوال، لو عندك انترنت ابعت لنا على صفحه دفتر احوال على الفيسبوك بالعربي، هي صفحه دفتر احوال، ابعت لنا صوره البطاقه فقط، مش عايزين اكتر من صوره البطاقه، وفي رقم تليفون موجود برضو على الصفحه، ابعت لنا عليه على الواتساب بتاعه صوره البطاقه اذا امكن هنا او هنا، الاثنين متاح وهنرد على حضرتك. يعني في النهايه احنا في حاله كساد قانوني. يعني ركود تقريبا. هو طبعا موضوع كورونا ده اثر على الناس طبعا، مراعاه الصحه، صحه البني ادم دي اهم حاجه، اهم حاجه الدوله اهتمت بيها. ويمكن بصرف النظر تابعنا في اول حلقه، الناس مش عايزه تهتم، الناس في شويه عشوائيه او في فئه صغيره بس هي عامله قلق في الشارع. موضوع جديد على الناس، وبعدين لا انا اظن الشعب المصري بالذات واخد على الحركه والصهر، حتى يقول لك يعني ان القاهره دي معروفه، يعني شعراء يذكروا عليها ان هي ساهرة ما بتنامش. صح. فانت النهارده معلش بس ده ظرف طارئ، ما دول العالم كلها احنا عايشين في نفس الحاله يعني. في وكنا وعايز اقول لك يعني زي ما بيقولوا كده، الغربال الجديد ليه شدك؟ كان في بدايه الامر الناس كلها متخوفه، تحس ان ابتدت الناس يبقى عندها لمبه. النوادي نفسها، الناس اللي كانت بتتدرب في النوادي، لعيبه الكوره، كل ده تاثر. طب ما هو خلاص، ما هي دي حاله عامه. النهارده الناس اللي في الشوارع دي وحاله اللي في الشارع اللي بنشوفها حاله سيئه جدا. طب السؤال بقى بيفرض نفسه، اذا افترضنا ان الحاله دي استمرت معانا بعض الوقت، ايه اللي هنعمله؟ يبقى لازم تستسلم. لا لازم نتعايش. ما هو استسلامك للوضع انك لازم تتعايش معاه. تتعايش معاه، وفي نفس اللحظه انت واخد اجراءاتك الاحترازيه. فانا اتمنى يعني ان يكون في خطوه ايجابيه لفتح الشغل على الاقل من بعد رمضان، بطريقه فيها نوع من الاجراءات الاحترازيه لتحافظ على صحه البني ادم وتمشي عجله الانتاج والعمل في البلد. يمكن يعني في النهايه اللي ذكره الاستاذ ماجد صلاح من انه عجله الانتاج وانها تشتغل، ده برضو اللي قاله السيد رئيس الوزراء في خطابه الاخير، انه حتى السياحه الداخليه ترجع تشتغل حتى ولو بقوه 25%، انه في مؤسسات كتير هتبتدي تشتغل ويكون في طريقه احترازيه شويه انه يامن على ده. في نهايه لقائي بشكرك، بشكر المستشار ماجد صلاح، الممثل القانوني لبرنامج دفتر احوال، اللي نقل لنا الحاله القانونيه ورد على استفسارات كتير. في نهايه الامر بشكر كل مشاهدين دفتر احوال، بقول لكم انا اسف وبعتذر عن عدم الرد على كتير من المكالمات والاتصالات، انما صفحه دفتر احوال موجوده، هي بالعربي صفحه دفتر احوال على الفيسبوك، ارقامنا موجوده عليها، ارقامنا كمان موجوده على الشاشه دايما طوال الوقت، معاكم طوال الاسبوع، لقاءنا يوم الاحد انما طوال الاسبوع موجودين معاكم. بشكركم في نهايه الامر، وبقول لكم رمضان كريم على كل مصر، مسلمين ومسيحيين، ربنا يزيح الغمه، اراكم الاسبوع الجاي باذن الله في حال اكثر توفيقا من الحال الاسبوع ده، والسلام عليكم.